المتحدثة باسم البيت الأبيض ترفض الإجابة على سؤال حول ماهية الأعراض التي ظهرت على ترامب بعد إصابته بكورونا. تزامناً مع جولة محادثات ليبية الثانية في المغرب، الاتحاد الأوروبي يرفع اسم عقيلة صالح من قائمة العقوبات. رئيس مجلس السيادة والحكومة في السودان يصلان جوبا استعدادا للمشاركة في توقيع اتفاق السلام. أهلا بكم. رفضت المتحدثة باسم البيت الأبيض الإجابة على سؤال حول ماهية الأعراض التي ظهرت على الرئيس ترامب بعد إصابته بفيروس كورونا، وقالت إنها طفيفة. لن أتحدث عن الأعراض بالتحديد التي يحملها، لكن أعراضه طفيفة، وهو يعمل بجد وتواصل عبر الهاتف مع السيناتور ماكانور ورئيس هيئة الأركان مايك ميلي حول إعلان الطوارئ للولايات المتحدة، ولا يزال يعمل عن كثب. في هذه الأثناء توقع كبير موظفي البيت الأبيض أن يكون هناك إصابات كثيرة بكورونا في البيت الأبيض، وأوضح أن الرئيس دونالد ترامب يعاني أعراضاً خفيفة بعدما أكدت الفحوص إصابته بكوفيد-19. وكان ميدوز يتحدث إلى الصحفيين من دون وضع كمامة، مشيراً إلى أن نتيجة فحصه لم تشر إلى إصابته، وأضاف أنه تبين عدم إصابة عدد من المقربين بمن فيهم صهر الرئيس الأمريكي ومستشاره جاريد كوشنر. هذا وقال مسؤول كبير في البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونائبه مايك بينس سيعملان من مقرين منفصلين بعد ساعات من أعلان الرئيس ثبوت إصابته بفيروس كورونا. وذكر المسؤول الذي طلب عدم ذكر اسمه أن ترامب ليس عاجزا عن أداء مهامه، لكنه أضاف أن طاقمي العمل التابعين للرئيس ونائبه سيعملان أيضا بمعزل عن بعضهما البعض زيادة في الحرص. مسؤول في البيت الأبيض قال إن الرئيس يظهر أعراضاً خفيفة وأنه التقى العشرات خلال الأيام الماضية وجار التحقق من حالاتهم. هذا وتمنى المرشح الديمقراطي لانتخابات الرئاسة الأمريكية المرتقبة جو بايدن الشفاء العاجل لمنافسه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وزوجته. الفيروس الصيني كما أسماه دائما غزا البيت الأبيض بعد علاقة شائكة بين الطرفين بدأت بالرفض وانتهت بالحجر، رفض لحجم خطورته وأهمية الكمامات، ثم حجر بعد تأكد إصابته بفيروس كورونا. بتغريدة على تويتر أعلن ترامب إصابته والسيدة الأولى بكوفيد-19 بعد أن جاءت نتائج الفحص إيجابية وأنهما سيبدأان عملية الحجر الصحي والتعافي على الفور. البيت الأبيض أكد أن ترامب والسيدة الأولى بخير وأنهما سيخضعان للحجر داخل البيت الأبيض، كما ألغى مهرجاناً انتخابياً كان مقرراً اليوم في فلوريدا ضمن الحملة الانتخابية للرئيس. طبيب البيت الأبيض من جانبه شدد على أن ترامب سيواصل أداء واجباته دون انقطاع أثناء الحجر الصحي. إعلان إصابة الرئيس الأمريكي جاءت بعد ساعات من إعلانه الخضوع للحجر بعد تأكد إصابة مستشارته المقربة هوب هيكس التي رافقته خلال رحلتي أوهايو ومينيسوتا قبل أيام. الفيروس سيزول من تلقاء نفسه و99% من الإصابات غير مؤذية، هي تصريحات ترامب حول فيروس
كورونا في بداية تفشيه، والتي أثارت جدلاً بينه وبين خبراء الصحة قبل أن يقر لاحقاً أنه تعمد التقليل من خطورته حتى لا يثير الذعر. وعلى عكس توصيات السلطات الصحية الأمريكية، تجنب ترامب الظهور بالكمامة حتى يوليو الماضي، ما تسبب بحسب المراقبين في تحويل ارتدائها إلى خلاف سياسي وقضية تتعلق بالحرية في الولايات التي فرضتها على المواطنين. تطور الوضع الصحي للرئيس الأمريكي مرهون بالساعات والأيام المقبلة، فترامب الذي يبلغ من العمر 74 عاماً هو ضمن الفئات المعرضة للإصابة بمضاعفات خطيرة، لكن أمامه أيضاً فرصة للانتصار في مبارزته مع الفيروس، أو كما يطلق عليه في إشارة للصين الكونغ فلو. منا مصطفى، الحدث. ينضم إلينا عبر سكايب من فلوريدا توم حرب، مدير التحالف الأمريكي الشرق أوسطي للديمقراطية. أهلا بك معنا في هذه النشرة. بداية، حتى الآن تبدو الأمور مطمئنة بأنه الأطباء يقولوا بأنه حالة الرئيس جيدة ويمارس عمله من البيت الأبيض، ولكن هل هناك إجراءات ما متخذة بحال لم يستمر سيناريو التفاؤل هذا؟ أولا مرحبا لك وللمشاهدين، وطبعا نحن كنا هذه الليلة بانتظار الرئيس ترامب هنا في مدينة أورلاندو بفلوريدا، وكنا سنلتقاه بالمهرجان الانتخابي، ولكن لسوء الحظ ألغي. أنا لا أتصور بأن سيغير برنامجه اليومي في البيت الأبيض إلا إذا تعثرت صحته، ولم نعرف ذلك إلا بعد 4-5 أيام من اليوم ماذا سيحصل إذا كان هنالك توتر أكثر بصحته. أما إذا كانت عما هي اليوم، يعني كان هنالك ارتياح في الشارع الأمريكي وارتياح حتى في البورصة الأمريكية عندما أبلغنا بالخبر بهذا الصباح الباكر. البورصة العالمية تأثرت، ولكن في النهار أعادت هيكليتها الذاتية. أما بالنسبة للبيت الأبيض وتغييرات البيت الأبيض، هو على ما يزال مستمر في مهمته، لم ينقل السلطة إلى نائبه، ربما يساعده أكثر اليوم، ولكن أنا أتصور ستبقى الأمور عمليا. طيب سيد توم، دستوريا نائب الرئيس بايدن يتسلم القيادة في حال عجز الرئيس، وهذا إن كانت الأمور عادية، ولكن نحن على بعد شهر من الانتخابات وهناك جولات انتخابية ومناظرتين على الأقل، ما الذي سيحصل عند ذلك؟ يعني أنا بتصور بهالحالة، يعني الشعب الأمريكي شعب واقعي، وصار بالأحداث بالسابق، يعني على أيام أيزنهاور صار معه عارض قلب وذهب إلى المستشفى، ولكن كانت قبل بسنة، وبعد ذلك دخل المرحلة الانتخابية وانتصر مرة ثانية. بعهد ريغن أصيب برصاصة ودخل المستشفى وأعيد انتخابه. أنا بتصور الشعب الأمريكي دائما مع الإنسان المتضرر بهيك حالة ويعطفون على هلأ جمهور ترامب سيبقى جمهور ترامب، جمهور بايدن سيبقى جمهور بايدن، ولكن المستقلين دائما يتشفعون مع المريض في هذه الحالة. وإذا أعاد بعد 15 يوم من اليوم، إذا تعافى الرئيس وكان بصحة جيدة، ستعود الأمور، ولم يخسر من الأصوات أي شيء، ولكن اليوم الأمريكان سيكونوا مراقبينه جيدا، وخصمه اليوم في الانتخابات إذا علّ صوته وبدأنا نسمع بأصوات من الديمقراطيين بأن ربما بوتين يسير حملته الانتخابية، هذا ستنعكس سلبيا على الحزب الديمقراطي. طب ماذا عن الحزب الجمهوري؟ يعني المشرع الأمريكي لم يتوقع كل هذه المفاجآت، واعتبر أنه ولاية الرئيس ونائبه تنتهي في موعدها، لا تمديد ولا تأجيل، وتتولى رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي القيادة حتى إجراء انتخابات، ولكن كيف سيتصرف الحزب الجمهوري بهذه الحالة؟ أولا بهذه الحالة، يعني إذا أصيب كذلك الرئيس نائب الرئيس هنالك الخطورة، يعني إذا الرئيس أصيب ونائبه أصيب ولم يستطيعون أن يمارسوا
حكمهم وإدارتهم ستنتقل السلطة ربما إلى نانسي بلوسي رئيسة مجلس النواب، وهذا عندئذ يكون تغيير جذري في البيت الأبيض، ونتمنى أن هذا لا يحصل، أن يتعافى الرئيس ولم تتسبب يعني إصابته بالكورونا أكثر، وخاصة نائب الرئيس أن يبقى متعافى من إصابته بالكورونا. طيب، حتى الآن المرشح الديمقراطي بايدن لم يستغل ما يجري لمصلحته وتعامل بطريقة راقية حول هذا الموضوع، تمنى الشفاء للرئيس دونالد ترامب وزوجته، ولكن هل يمكن للحزب الديمقراطي أن يستغل مرض الرئيس للقول لقد حذرنا من التجمعات الانتخابية ومن الاستهزاء بارتداء الكمامة؟ يعني هل يمكن أن يكون ذلك انعكاسه مختلف تماما للحزب الديمقراطي؟ إذا استعملوا هذه اللغة، مثل ما قلت، الشعب الأمريكي شعب منطقي، يرون بأنه رئيس وزراء بريطانيا أصيب في هذه الكورونا، برئيس جمهورية البرازيل كذلك أصيب، وهنالك شخصيات سياسية عديدة في العالم وتعافوا بعد ذلك، ومنهم طبعا توفوا حسب ما حصل في بلدان بإفريقيا، يعني لا يستطيعوا أن يأخذوا هذا المجار بنوع من التحذير، لأنه هذا الكورونا تصيب كل شخص منا، وإذا عملوها لمصلحتهم الانتخابية سترتد سلبيا، لأنه الناخب المستقل سيجير صوته لمصلحة الضعيف في هذه الحالة وهو الرئيس ترامب. ماذا عن مفاجأة أكتوبر؟ يعني بكل انتخابات هناك في الولايات المتحدة ما يسمى بمفاجأة أكتوبر، كل انتخابات تشهد حدث غريب في أكتوبر، ما المنتظر في أكتوبر؟ ربما بأكتوبر، طبعا أصيب الرئيس بأول أكتوبر، ولكن بنصف أكتوبر هي المهلة اللي بيعطوها 14 نهار، سيتعافى ويكون أقوى ما قبل كورونا، ويكون تحدى هذا الفيروس، وستكون النجاح انطلاقة نجاحه في 3 تشرين الثاني. طيب، هل بآخر مرة كان هناك اتهام لهيلاري كلينتون في الانتخابات السابقة من قبل FBI باستخدام بريد عادي في مراسلات حساسة، ولكن جرى إلغاء التحقيق معها لاحقا، هل ما نشهده الآن هو مفاجأة لهذه الانتخابات، وبالتالي هناك عودة وتفجير مفاجأة جديدة للرئيس ترامب بهذه الانتخابات؟ لا، مثلا هذيك حاله السيده هيلاري كلينتون، هذيك الإينة يعني الاسبوع الماضي تبين من الاوراق التي كشف عنها وكانت سريه على مده 3.5 سنين بان تواطأت مع المخابرات الامريكيه ليفتعلوا مشكله ويجر الرئيس المرشح ترامب والفائز بالانتخابات وقبل الانتخابات بأنه هو متواطئ مع روسيا، وتبين هذا الأسبوع الماضي. هل هنالك في محكمة خاصة تنظر بهذا، مدعي العام اليوم ينظر بهذه القضية بالذات، وربما إذا ينجر بايدن، لأنه بايدن تبين قبل ما يسلم الرئيس الأمريكاني بعشرة أيام، كان بأربعة أما خمسة كانون الثاني 2017، كان يجلس هو والرئيس أوباما والمخابرات، رئيس المخابرات الأمريكية وأعضاء من إدارته في ذلك الوقت، كانوا يجلسون سويا في البيت الأبيض ويحضرون لعملية ما قبل أن يستلم الرئيس الجديد، وبدأت العملية وأخذت البلاد إلى 3 سنوات بالمحاكمة والاتهامات بأن الرئيس ترامب كان يتواطأ مع روسيا، وتبين في نهاية المطاف بأن كان تواطؤ مخابراتي أمريكي مع إدارة أوباما بايدن ومع المرشحة هيلاري كلينتون، وهذا ما كان يوصل البلاد إلى كارثة انتخابية مثل ما يعرف ببلاد الموز. أشكرك جزيل الشكر، كنت معنا من فلوريدا توم حرب، مدير التحالف الأمريكي الشرق أوسطي للديمقراطية.
حول كورونا احتدم الجدل تحت قبة البرلمان التونسي وسط هلع من مؤشرات على موجة ثانية مع حلول الخريف، وتواجه الحكومة انتقادات حادة لفشلها في احتواء انتشار الوباء. وناقش البرلمان في أول جلسة مع افتتاح الدورة البرلمانية الجديدة الوضع الوبائي وانعكاساته الاجتماعية والاقتصادية. افتتاح صاخب للدورة البرلمانية الجديدة في تونس، جلسة عامة لمناقشة الوضع الصحي بعد دعوات إلى اليقظة والحذر من انتشار واسع لفيروس كورونا وخروجه عن السيطرة في البلاد. نواب شددوا على أن الحكومة التونسية فشلت في مواجهة جائحة كورونا ولم تتخذ التدابير اللازمة. الشعب معناها يحس أو يشعر أن الحكومة متخلية تماماً عن دورها في هذه المرحلة بالذات. هناك إجراءات أخرى لابد من اتخاذها في فرض البروتوكول الصحي وفرض التباعد الصحي، إجراءات لم تقم بها الحكومة. النواب ناقشوا الوضع الوبائي في تونس وتداعياته الاجتماعية مع وزراء الصحة والتربية والتعليم العالي والشؤون الاجتماعية والشباب. الوزراء استعرضوا في الجلسة العلنية الإجراءات التي تم اتخاذها بيد أنها تبقى غير كافية في نظر بعض النواب. ليست لها سياسة منظمة للتصدي لهذا الفيروس سواء في المدارس أو في المستشفيات، وأن تخرج للشعب وتصارحه أنها انتهجت سياسة مناعة القطيع، يعني ليعيش يعيش وليموت يموت. تونس التي ظلت لعقود قبلة للاستشفاء والعلاج يفيد إليها المرضى من دول الجوار المغارب وأفريقيا جنوب الصحراء وحتى من أوروبا، تئن اليوم مستشفياتها تحت وطأة كورونا وتعمل طواقمها الطبية المؤهلة لتفادي سيناريو كارثي مع حلول موسم الخريف وحالة الهلع من موجة ثانية قاسية. خليل الجدود، الحدث، تونس. وقع المغرب مع الولايات المتحدة الأمريكية اتفاقية جديدة للتعاون العسكري تمتد زمنيا لعشر سنوات بين عامي 2020 و2030. تتحدث الرباط وواشنطن عن علاقات ثنائية قائمة على شراكة استراتيجية وعلى آليات عمل مشترك. محادثات ثنائية مغربية أمريكية في العاصمة الرباط لتطوير العمل العسكري المشترك ولمواصلة محاربة الإرهاب والتصدي للتهريب الدولي والجريمة السبرانية. محاربة الإرهاب والتهريب الدولي هما تحديان كبيران للأمن المشترك، وبيننا تعاون استخباراتي والمشاركة في التحالف الدولي ضد داعش، وتحالفنا اليوم لديه آليات اشتغال طورناها كالحوار الاستراتيجي واللجنة الاستشارية للدفاع. هنا توقيع مغربي أمريكي بحبر على ورق على اتفاقية جديدة للتعاون الأمني والعسكري للتصدي معا للمخاطر الأمنية، إعلاناً لاستمرار الشراكة الاستراتيجية. هذه خريطة طريق تاريخية للتعاون في مجال الدفاع، وهذه حلقة أخرى في مسلسل من التعاون يمتد إلى 200 عام وبطرق مختلفة. المغرب كان أول صديق للولايات المتحدة، والآن أكثر من أي وقت مضى شعبان سيعملان معاً لمعالجة التحديات الأمنية. قرار مغربي أمريكي لنقل التعاون الثنائي إلى مرحلة جديدة عبر التوقيع على ما أسموها بخريطة طريق للتعاون الأمني والعسكري، ولعل أبرز التحديات المشتركة بين الرباط وواشنطن مواجهة تنظيم داعش. ورسميا اقترح المغرب على الولايات المتحدة الأمريكية مشاريع مشتركة للاستثمار في صناعة الدفاع لنقل للتكنولوجيا وللبناء التدريجي للاستقلالية الاستراتيجية المغربية عسكريا. عادل الزبيري، الحدث، الرباط. نشرتنا مستمرة وفيها بعد الفاصل. رئيس الوزراء التونسي السابق يهاجم النهضة ويقول إنها تقود مع حزب قلب تونس مافيا فساد. Thank you.
لأننا قادرون على المتابعة والتغطية الحية والفورية على مدار الساعة، لأننا ننفرد بالوجود في بث إخباري متصل ل 24 ساعة، أصبحنا الحدث. أحييكم من جديد. بعد مشاركة البناء في دعم الحل السياسي للأزمة الليبية، رفع الاتحاد الأوروبي اسم رئيس مجلس النواب عقيلة صالح من القائمة السوداء للأشخاص الذين يفرض عليهم عقوبات بهدف تشجيع جهود السلام وضمان دور محوري للاتحاد في أي تسوية بطريق التفاوض في ليبيا. وقال الاتحاد الأوروبي أن صالح لم يعد تحت طائلة قيود حظر السفر وتجميد الأصول التي فرضها قبل نحو 4 سنوات. هذا وتبنى مجلس الأمن الدولي بالإجماع الجمعة قرارا يسمح للدول الأعضاء بتفتيش السفن في أعالي البحار قبالة سواحل ليبيا التي يشتبه في تهريبها مهاجرين أو الانخراط في تهريب البشر من سواحلها، وذلك لمدة عام آخر. كما يصرح القرار الذي تقدمت به ألمانيا بمصادرة السفن التي يتأكد أنها تستخدم في تهريب المهاجرين أو الإتجار بالبشر من ليبيا، إضافة إلى إدانة يدين جميع أعمال تهريب المهاجرين والإتجار بالبشر في الأراضي الليبية وعبرها وإليها وقبالة السواحل الليبية، ما يقوض عملية الاستقرار في ليبيا ويعرض حياة مئات الآلاف من الأشخاص للخطر. هذا ومن المرتقب عقد جلسة افتتاحية للجولة الثانية من المفاوضات السياسية الليبية في المغرب انطلاقا من الساعة 21 بتوقيت غرينتش، بينما تعقد جلسة ثانية من هذه المفاوضات يوم غد السبت انطلاقا من الساعة 16 بتوقيت غرينتش بحسب البرنامج الأولي الذي حصلت عليه الحدث. ويتخوف وفد مجلس النواب الليبي المعترف به دوليا بحسب مصادر الحدث من وجود نية لوفد مجلس الدولة لحكومة الوفاق الليبية للتهرب من توافقات الجولة الأولى من المفاوضات. وينضم إلينا من العاصمة المغربية الرباط مراسل حدث عادل الزبيري. أهلا بك عادل معنا في هذه النشرة. بداية، أي تفاصيل تعطينا عنها في مخص هذه الاجتماعات؟ ما هي المواضيع المطروحة وجدول الأعمال بشكل عام؟ ليلة سعيدة لكل مشاهدي الحدث. أتواجد الآن في مكان انعقاد المفاوضات السياسية الليبية على بعد خطوات من يساري من المرتقب بعد أقل من 35 دقيقة من الآن أن يصل وفدان ليبيان بحسب مصادر الحدث. من المرجح أن يتكون كل وفد من 11 عضوا، أي 22 مفاوضا ليبيا يمثلان طرفي الأزمة السياسية في ليبيا، سيجلسان في نفس القاعة وعلى طاولة واحدة، أي وفد ليبي في مواجهة وفد ليبي آخر. وبحسب المعلومات التي تحصلت عليها الحدث إلى غاية الآن، لا يزال موضوع رئيسي واحد سيكون موضوعا للمفاوضات الليبية هنا في المغرب، وهو توزيع المناصب السيادية السبعة بحسب ما جرى التوصل إليه في العام 2015 في مفاوضات أسخيرات في المغرب. هذه المناصب السيادية يبدو أن خلافات جديدة طفت إلى السطح بين الوفدين المفاوضين، بالإضافة إلى رغبة وفد حكومة الوفاق الليبية إدخال مواضيع جديدة في هذه المفاوضات، وهو ما كان محل رفض واعتراض من طرف مجلس النواب المعترف به دوليا. يبدو أن هذه المرحلة جرى تجاوزها، ما جعل افتتاحا رسميا من المرتقب لهذه المفاوضات. إلى غاية الآن لا نعرف هل ستكون هنالك كلمة رسمية لكل وفد من الوفدين، أم سيجري فقط إعطاء الانطلاقة بجلوس الوفدين إلى طاولة المفاوضات أمام كاميرا الصحفيين. نعم. طيب، هل من أجندة زمنية لهذه المفاوضات عادل؟
إلى غاية الآن المؤكد هو وجود جلسة افتتاحية هذه الليلة وجلسة ثانية من المرتقب أن تكون غدا السبت انطلاقا من الساعة 4 عصرا بالتوقيت العالمي الموحد، ولكن تبقى هذه الجولة مفتوحة ومن المرتقب أن تكون هنالك أيام إضافية إلا إذا تمكن الوفدان المفاوضان من التوصل إلى تفاهمات، على اعتبار أن هذه المفاوضات بدأت في الكواليس يوم الثلاثاء الماضي وحصلت اتصالات بين الوفدين الليبيين المفاوضين، وفي هذه المشاورات الجانبية ظهرت خلافات تسببت في تأجيل الانطلاقة الرسمية للجولة الثانية من هذه المفاوضات من يوم الثلاثاء الماضي إلى غاية ليلة الجمعة الآن. نعم. طيب، ما هي هذه الخلافات بجولة سريعة عليها توضح لنا ما يمكن أن يجري وما هي الأجواء الآن؟ الأجواء الآن هي أجواء مطمئنة بحسب المراقبين وبحسب مصادر الحدث، على اعتبار أن الوفدين توصل إلى اتفاق أولي يقضي باستئناف المفاوضات انطلاقا من هذه الليلة، هذا مؤشر إيجابي بحسب المراقبين. الخلافات الموجودة هو أن وفد حكومة الوفاق الليبية اقترح أشياء ومواضيع وملفات يجري التفاوض عليها، وهو ما لم يكن مرتبا له في الجولة الماضية، وما جرى رفضه عمليا من طرف وفد مجلس النواب المعترف به دوليا. إذن تغيير في الأجندة في المواضيع وتغيير في عدد أعضاء الوفد وتغيير في أسماء كانت موجودة في الجولة السابقة وتغيرت في هذه الجولة هو الذي سبب بحسب مصادر الحدث في وجود اعتراضات من طرف مجلس النواب الليبي المعترف به دوليا، وأدى إلى تأجيل استئناف المفاوضات رسميا وبقائها فقط في الكواليس وفي جلسات جانبية في إقامة في مقر إقامة الوفدين من يوم الثلاثاء الماضي إلى غاية ليلة الجمعة السبت. نعم. طيب، سنظل في متابعة معك لأي جديد. كنت معنا من العاصمة المغربية رباط مراسل الحدث عادل زبيري. تتجه حركة النهضة في تونس لإجراء استفتاء بين قواعدها لحسم مسألة تنقيح أحد فصول نظامها الداخلي لتمكين زعيمها راشد الغنوشي من الترشح مجددا لرئاسة الحركة الإسلامية خلال مؤتمرها المقبل المقرر نهاية العام الجاري. وفيما أعربت ما باتت تعرف بمجموعة 100 قيادي عن رفضها للخطوة، أكد القيادي في الحركة سامي الطريقي إصرار النهضة على الذهاب إلى استفتاء القواعد إذا لم يقع التوافق بشأن تنقيح الفصل 31 الذي يمنع الترشح لأكثر من عهدتين. وكان القيادي بالنهضة عبد اللطيف المكي اعتبر ترشح الغنوشي مجددا ضربا للقيم الأخلاقية والسياسية وخرقا لمبدأ التداول. هذا واتهم رئيس الحكومة التونسية السابق الياس الفخفاخ حزبي النهضة وقلب تونس دون أن يسميهما بقيادة مافيا فساد ساهمت في التعجيل بالإطاحة به من منصبه، وتسعى اليوم إلى تأليب الرأي العام ضد الرئيس قيس سعيد. اللي حاطتنا في الوضع هذا هو فما نصوص وفما توزيع واحد وفما زادة سميها مافيا، أصحاب نفوذ، أصحاب مال، أصحاب جاه، اللي تأثر في الوضع متاع البلاد بصفة عامة، وهذا ما يخفى على حتى حد. شوف، من فما القروي فما شبكة متاع مصالح كبيرة ياسر في تونس، فما اللي هما في العلن، هذوما عباد دخلت من أجل أن تعمل السياسة وتكون ممثلة في البرلمان وتحب تكون عندها يد في الجهاز التنفيذي وتحط عبادها في الإدارة، وكان تجب تشري القضاء تشريه وتحط عبادة في القضاء باش تحركه. أنا اللي كنت بتنبه له اللي هي لائحة اللوم جاية لا محالة، مدامني مواصل في الثنية متاعي اللي اخترتها لتونس، اخترتيش الروحي، كان اخترتها الروحي راني مازلت رئيس حكومة، أما اخترتها لتونس، قلت هذه الثنية اللي يلزمها لتونس، وانا في بالي اللي لائحه اللوم جايه لانهم عندهم اغلبيه، تبدا عندك اغلبيه تجب تعمل لائحه اللوم. معنى عارف روحك ما نعرفش فانا صيغه بهذه بتضارب المصالح باش يجبدوها بحكايه اخرى، ما نعرفش شنو هو اللي باش يجبدوها وهم يلوجوا، تبع تو انت تبع الفتله بالكدا مع الرئيس، هوك كل مره يلوجوا له في حاجه. يحبوا يطيحوا قيس؟ يحبوا على كل حال يحبوا يقلبوا لا. عليه الراي العام. سمحني. فما عملية متاع تقليب الرأي العام ممنهجة صباحا مساء ويوم الأحد. نشرتنا مستمرة وفيها بعد الفاصل. الجيش اليمني يخوض معارك عنيفة مع الحوثيين
بمعقلهم في صعدة. نريد يمن التحالي آمن ومستقر، يعيش أبناءه في ظل دولة عادلة، دولة المساواة. الحوثيون أفسدوا بهذه الأموال، الحوثيين سرقوا هذه الأموال من أفواه الجياع. هذه الدعوة من قبل الرئيس اليمني، هل ستلقى استجابة لتنفيذ الخطوات المتعلقة باتفاق الرياض؟ اتفاق الرياض هو هدفها الرئيسي، وإعادة الأمن والاستقرار وإعادة تفعيل مؤسسات الدولة. لدينا صور حصرية لانتزاعه مجموعة من الألغام التي وضعتها الميليشيات. لماذا هناك أزمة بإيصال المساعدات لهؤلاء؟ يجب أن تنتهي الحالة الشاذة الموجودة الآن في الجنوب. الحوثيين يستهدفون جيل بعين. في هذا الهجوم استخدم 8 طائرات مسيرة، إلى أي حد يعتبر ذلك دليلا على استمرار إيران في إرسالها للأسلحة إلى الحوثيين؟ ترك مدينته المحروقة بلا وجهة، ركب البحر بحثاً عن الحياة، فغدرت أمواجه، ولم يخلص ذلك القارب الصغير، فمن الذي نجا؟ هذه قصة مئات الآلاف من السوريين. أحييكم من جديد. غادر رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك ورئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان الخرطوم متوجهين إلى جوبا لحضور مراسم التوقيع على نهاية المرحلة الأولى من اتفاق السلام الشامل بين الحكومة السودانية والحركات المسلحة غدا. حمدوك قال إن الاتفاق يمهد الطريق لتحقيق الاستقرار السياسي والتنمية المتوازنة وتطوير علاقات خارجية أفضل مع دول الجوار والعالم. وتركزت مفاوضات سلام السودان في جوبا على 5 مسارات، وهي إقليم دارفور وولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق، لتنهي حقبة مواجهة استمرت 17 عاما وتشمل 3 مكونات من الحركات المسلحة المقاتلة في دارفور، فيما لم تزل حركة تحرير السودان بجناح عبد الواحد نور خارج العملية السلمية، إضافة إلى تحفظ البعض على ما وصفه بتركيز بنود الاتفاق على تقاسم السلطة والثروة وأهمال الجوانب المتعلقة بأهل المصلحة من نازحين ولاجئين وتعويضهم والترتيب للعودة الطوعية لقراهم ومناطقهم. في اليومين الجايتين دين إن شاء الله الناس تتوقع سلام، وزي ما قال أخونا توت إن شاء الله رؤساء الكفاح المسلح هيكونوا في الخرطوم في الأيام الجاية، وبعد ده أخواني نلتفت للتنمية وللاستقرار وللأمن. من الخرطوم ينضم إلينا الكاتب الصحفي عمار عوض، أهلا بك معنا في هذه النشرة. بداية، إلى أي مدى ينظر لهذا الاتفاق الذي سيتم توقيعه غدا بأنه فعلا سيجلب السلام للسودان وللأقاليم إن كان دارفور أو غيرها أيضا؟
نعم، هذا الاتفاق هو فتح جديد بالنسبة للسلام في السودان. أكثر من 13 عام أو 14 عام كانت المفاوضات تجري ولم يصل الجميع للسلام. في عام واحد وصل الجميع إلى سلام. هذا السلام يمثل ما بين 70 إلى 75%، خاصة أن هنالك حركات لم توقع على اتفاق السلام، لكن في هذه اللحظة التي نتحدث إليها ما زالت المشاورات تجري معهم، خاصة حركتي عبد الواحد وحركة عبد العزيز الحلو للوصول إلى جدول زمني لانضمامهم للمفاوضات، خاصة بعد تدخل المبعوث الأمريكي. من ناحية أخرى، هذه المفاوضات ستقوم على عملية جراحية كبيرة جدا في جسد السلطة، عملية جراحية في جسد السلطة الانتقالية، بعمليات إحلال وإبدال ودخول شخصيات جديدة. الأسبوع الأول للاتفاقية منذ يوم غد لمدة أسبوع سيتم دمج الاتفاقية في الوثيقة الدستورية، وأن يتم إجازتها من قبل مجلس الوزراء والمجلس التشريعي. في الأسبوع الثاني سيتم مباشرة تشكيل مجلس السيادة، وأبرز الذين سيكونوا في مجلس السيادة هم الفريق مالك عقار رئيس الحركة الشعبية، هو الذي يبدو أنه ضمن مقعده. هنالك 3 شخصيات من دارفور يتم التشاور، هما مني أركم الناوي والدكتور جبريل إبراهيم والدكتور الهادي إدريس. سيتم اختيار 2 منهم في الأسبوع الثاني ليكونوا 3. هنالك أيضا تطور جديد يمكن أن يكون للمشاهدين جديد بالنسبة لهم، تجري مشاورات لعملية جدوى عملية تغيير في أعضاء مجلس السيادة من المدنيين أو الإبقاء عليهم وإضافة هؤلاء. كل هذه الأمور مفتوحة، ربما تحدث في الأسبوع الثاني. في الأسبوع الثالث إن شاء الله سيشهد السودان أكبر عملية إصلاح على مستوى مجلس الوزراء. سيدخل أعضاء جدد من الحركات المسلحة عبارة عن 6. سيكون هنالك إحلال وإبدال بالنسبة للوزراء الموجودين وتفكيك لعدد من الوزارات في الأسبوع الثالث. في تقديري الشخصي أعتقد أن هذا الأمر سيكون لن يتم تنفيذه في الأسبوع الثالث، أعتقد سيكون هنالك أسبوع آخر نسبة لأن المشاورات ستكون واسعة. أنا سقط هذا الحديث لأقول أن عملية السلام نحن السودانيين ننظر لها أنها ستعالج كل القضايا، ليس قضايا الحرب فقط، ولكن حتى قضايا السلطة التنفيذية في الخرطوم التي كان يشكو منها عدد كبير من المواطنين. سيكون السلام مدخل لعملية الإصلاح هذه، لذلك أنا أقول أن السلام هذا هو طب سيد عمار مطلب شعبي. يعني هذا واضح، أثرت العديد من النقاط التي يجب أن نتوقف عندها، ولكن قبل ذلك دعني أسأل. هناك انتقادات بأن المجلس السيادي هو مجلس انتقالي لمدة 18 شهرا، وكونه انتقالي هناك انتقادات بأنه يلزم السودان باتفاقات طويلة الأمد كان يجب أن تترك لما بعد المرحلة الانتقالية، ما رأيك؟ طبعا الاتفاق الوثيقة الدستورية أعطت السلطة الانتقالية حق أن تجري عملية سلام، وحددت ذلك بمدة 6 أشهر. ونسبة للكورونا ولغيرها الآن تمت إكمال جزء كبير، أو كما يقول الرئيس عبد الله حمدوك المرحلة الأولى انتهينا منها في عام واحد، وجراء ذلك سيتم تمديد الفترة انتقالية لثلاث سنوات، أو سيكون إضافة عام آخر على الأعوام الماضية. السلام مطلب شعبي يا أستاذة، كان أحد شعارات هذه الثورة حرية سلام وعدالة، لذلك كل الجهود تنصب في هذا الاتجاه، وهو أمر موجود في الوثيقة الدستورية. السلام سيجلب عملية لأول مرة عملية حماية المدنيين في دارفور. هنالك نقاش الآن، دكتور أقصد السيد مني أركم الناوي طلب التمديد لقوات اليونيمت الموجودة في دارفور، لكن اتفاق البعثة الدولية يونيتامس يتحدث عن مغادرة يونيمت وإحلال في ظرف شهر
أن تكون هنالك قوة مكونة من 20,000 جندي سوداني من الحركات المسلحة ومن الحكومة الانتقالية في الخرطوم لإحلال السلام أو لإحلال الاستقرار وحفظ الأمن في دارفور. هذا الاتفاق فتح كبير للسودان. طب كيف ينظر السودانيون خارج دارفور وكردفان إلى هذا الاتفاق؟ هناك من يعتبر بأنه هذا الاتفاق فيه تنازلات كبيرة لصالح الأقاليم البعيدة. باختصار لو سمحت. الذين يتحدثون على أنه هنالك تنازلات، التنازلات هذه تمت نسبة لأن هذه الحرب قامت لمشاكل أساسية. هذه الحرب من ضمن جذور الأزمة فيها الأمر المتعلق بالثروة. كان الجميع يشكو من أن ثروات الأقاليم يؤتى بها للخرطوم ولا تعطى لهم. كان أيضا هنالك شكوى من التي من الأسباب التي قادت للحرب هو عدم التمثيل العادل. هنالك قضايا أساسية تتعلق بالحريات. هنالك أقاليم بها سودانيين متعددين دينيا وثقافيا وغير ذلك. لذلك الآن نجد في جبال النوبة وجنوب كردفان، في جبال النوبة والنيل الأزرق، هنالك حق للتشريع للمواطنين ليراعي هذا التعدد. أي إنسان يقول أن هنالك تنازلات هذا شخص لا يعرف كلفة الحرب. نحن السودانيين نقدم كل ما هو ممكن لإيقاف هذه الحروب وللحفاظ على الدم السوداني وأيضا للاستثمار في مناطق الحروب التي هي غنية بالموارد وغيرها حتى ينهض السودان هذا المأرد. ولن يألو السودانيين جهدا حتى يكون هنالك اتفاق سلام مع الأستاذ المناضل عبد العزيز الحلو ومع الأستاذ عبد الواحد محمد نور لتكون هذه نقطة انطلاق للسودان جديد بدون حرب. سودان كل الجميع يجد نفسه في السلطة، يجد حقه في الثروة، يجد حقه في التشريعات. نعم. كل المواطنين متساويين. أسأل أكثر حول هذا الموضوع ولكن انتهى الوقت للأسف. أشكرك جزيل الشكر. كنت معنا من الخرطوم الكاتب الصحفي عمار عوض. كشف تقرير لمجلة دير شبيغل الألمانية عن تغير في الموقف الفرنسي تجاه حزب الله بعد إفشال مبادرة ماكرون في لبنان. وأوضحت المجلة أن باريس كانت منعت في وقت سابق إدراج ميليشيا حزب الله على قائمة الإرهاب للاتحاد الأوروبي، لكن الأوضاع تغيرت الآن بعد فشل تشكيل الحكومة اللبنانية وإلقاء اللائمة على حزب الله. إفشال المبادرة الفرنسية في لبنان لن يمر مرور الكرام على ميليشيا حزب الله بحسب تقرير لمجلة دير شبيغل الألمانية. ففي الوقت الذي تعتزم الداخلية الألمانية إدراج حزب الله على قائمة الإرهاب للاتحاد الأوروبي وفقاً لتقارير إعلامية، نقل دير شبيغل عن مسؤولين أن هذا التصنيف يسري حتى الآن فقط على الجناح العسكري للميليشيا اللبنانية. لكن إشارات ألمانية وفرنسية بحسب المجلة تدل على أن الوضع لن يبقى على ما هو عليه وأن الميليشيا ككل في طريقها للتصنيف ضمن لائحة الإرهاب. وكيل وزارة الداخلية الألمانية أكد أن حزب الله منظمة إرهابية، مشدداً على أن المزيد من الجهد سيبذل خلال رئاسة ألمانيا للاتحاد الأوروبي من أجل إدراج الحزب ككل على قائمة التكتل للإرهاب. وفي الوقت الذي أشارت دير شبيغل إلى أن فرنسا هي من منعت حتى الآن إدراج حزب الله على اللائحة الأوروبية للإرهاب، تؤكد في الوقت نفسه أن ما قبل فشل المبادرة الفرنسية في لبنان شأن وما بعدها شأن آخر، وأن ماكرون نأى بنفسه لأول مرة عن الحزب بعد فشل تشكيل الحكومة في بيروت برئاسة مصطفى أديب. هناك نظام إرهابي يفرضه حزب الله، وكما تعلمون فقد جمعت أكبر عدد من القوى السياسية لمرتين حول الطاولة، لكن اليوم لا يوجد تقدم، هناك عشرات يطيحون ببلد وشعب. وما بين الإصرار الألماني على حظر الحزب ثم تصنيفه إرهابياً والتغير في الموقف الفرنسي نحوه، دلائل بحسب المجلة على أن الختم بطابع الإرهاب على ميليشيا حزب الله سيتلون بألوان الأعلام الأوروبية قريباً. قتل 18 عنصراً على الأقل في الساعات 24 الماضية في مواجهة بين قوات النظام السوري وعناصر تنظيم داعش في شمال سوريا وفق المرصد السوري لحقوق الإنسان. المرصد أفاد بمقتل 11 عنصراً من قوات النظام والميليشيات الموالية له وسبعة عناصر من داعش، وذلك في اشتباكات متواصلة تشهدها محاور ضمن البادية السورية.
تتركز ضمن مثلث حلب حما الرقة. وبحسب المرصد نفذت الطائرات الروسية طلعات جوية بالتزامن مع غارات مكثفة على المنطقة. تجول وزير الدفاع اليمني أحمد المقدشي في مشابهات القتال في الجوف، نتابع. شرعت كندا في تشكيل فريق فحص وتقييم خاص بها لفحص الأدلة والمعلومات بعد أن أسقط الحرس الثوري الإيراني طائرة ركاب أوكرانية في يناير الماضي، ما أسفر عن مقتل جميع ركابها البالغ عددهم 176. وقال مكتب وزير الخارجية الكندي إنها خطوة أخرى لكشف الحقيقة ومحاسبة النظام الإيراني والسعي لتحقيق العدالة لعائلات الضحايا، مضيفا أن كندا لن تدخر أي جهد نيابة عن عائلات الضحايا لتحقيق العدالة وإغلاق القضية. الأخبار من الحدث. المتحدثة باسم البيت الأبيض ترفض الإجابة على سؤال حول ماهية الأعراض التي ظهرت على ترامب بعد إصابته بكورونا. تزامنا مع جولة محادثات ليبيا الثانية في المغرب، الاتحاد الأوروبي يرفع اسم عقيلة صالح من قائمة العقوبات. رئيس مجلس السيادة والحكومة في السودان يصلان جوبا استعدادا للمشاركة في توقيع اتفاق السلام. إلى هنا نكون قد وصلنا إلى ختام هذه النشرة، أدعوكم طبعا لمتابعة قناة الحدث على منصات التواصل الاجتماعي والتفاعل معها. إلى اللقاء.